في إطار مكافحة التهريب ومواصلة للجهود المبذولة، تمكن أفراد الفرقة المتعددة المهام بسطيل التابعة لمفتشية أقسام الجمارك بالواد بإقليم اختصاص المديرية الجهوية للجمارك بورقلة من حجز مركبتين محملتين ب 31,785 قرص مهلوس نوع بريغابالين 300 ملغرام، وذلك في عمليتين متفرقتين، حيث تم توقيف ثلاث مخالفين وتقديمهم أمام الجهات القضائية المختصة.